أشرتم على مسألة أن بعض الناس لا يظهر يعني هذه الشعيرة، أو مثلا أنه ينام في العيد أو كذا أو حسنت. نعم شيخ، الحقيقة الأضحية يعني لها علاقة وثيقة بصلاة العيد. نعم. طبعا معروف أن صلاة العيد فريضة من فرائض الإسلام، طبعا بعض العلماء يقول أنها فرض عين على كل فرد، ومن العلماء من يقول فرض كفاية والذي عليه الحنابلة، ومنهم من يرى أنها سنة مؤكدة. نعم. والأعدل والأصوب والله أعلم أنها فرض كفاية. نعم. فإذا المسلم صلى صلاة العيد وهي أحد مواطن الرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت الصحابية الجليلة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض للمصلى، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. ليش النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج الحيض اللواتي ليس عليهن صلاة؟ قال يشهدن دعوة المسلمين، لأن هناك دعوة ورحمة واستجابة بإذن الله عز وجل. فمن حضر هذا المشهد وهذا المصلى وهذا المجتمع العظيم صلاة العيد، حري أن تصيب الرحمة وأن تجاب له الدعوة وأن يرجع بالخير الكثير. فإذا صلى المسلمون، وهذا وقت الذبح بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد، فإن المسلم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بالمصلى كبش، فيسمي الله ويكبر ويضجعه ويضع بطن قدمه على صفاح عنقه أو على صفحة عنقه، ثم يسمي ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك، اللهم عن محمد وعن من لم يضحي من أمة محمد، فدخل الأحياء والأموات، ثم ينحره بيده. فلا شك أن هذه الشعيرة التي ذكرت لها جمال ولها آثار ولها أسرار ولها نتائج سعيدة، فإنه إذا اجتمع أهل البيت سواء في مصلخهم أو مكان الذبح أو في فناء الفلة أو في أي مكان في الشقة يدبرونه ويحاولون يعني يصنعونه، فيأتي الأب أو يأتي بمن يذبح له والأولاد مجتمعون والنساء من الخلف أو عن بعد يرينا وينظرنا إلى هذه الأضحية، ويسمى الله عز وجل ويكبر الله ويعظم. وردت بعض يعني الأدعية والأحاديث، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني مثل هذه الحقيقة المبادرة والمباشرة للأضحية هي من أسباب تعظيم شعائر الله كما أسلفنا قبل قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خطيب الأمة وإمام الأمة وقاضي الأمة وقائد جيوشها وأمين خزائنها، وله من الوظائف والأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير الكثير، لم يعتذر عن مباشرة ذبح الأضحية بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ولم يعني يمتنع من أن يقوم بهذه العبادة بنفسه وبيده. في حديث ضعيفة العلماء يقول لا بأس من روايتها لأنها في غير الأحكام، يعني في فضائل الأعمال، وهي ضعيفة، قول النبي يا فاطمة قومي أحضري أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة دم. فالأضحية وذبحها والتقرب إلى الله بها مظنة المغفرة ومظنة نزول الرحمة، وهي من الاستجابة لله عز وجل، ومن التأسي بأبينا إبراهيم سنته وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى
بكبشين أملحين أقرنين كما ذكرنا، والأملح اختلف فيه، قيل أنه الأبيض الخالص، وقيل الأبيض الذي يضرب في سواد، وكان يعني أضحية النبي كان يطأ في سواد ويأكل في سواد ويجلس في سواد، يعني كأنه أبيض مشوب بشيء من السواد. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن واستثمن الأضحية، فجمع بين المعنى والمبنى، جمع صلى الله عليه وسلم بين النفاسة والثمانة والجمال. فدي ربنا جميل يحب الجمال، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا شك أن مبادرة الأضحية وذبحها وبحضور الأولاد ومن ثم الأكل منها وصنع المرقة منها وغير ذلك مما يدخل السرور والفرح حتى يأتي الإطعام للجيران ويأتي الهدية للأصدقاء ويأتي الصدقة للفقراء، فهي تثلث ثلاث أثلاث، ثلث لأهل البيت يأكلونه، وثلث هدايا للأقارب، وثلث صدقات للفقراء. وبالمناسبة اختلف العلماء في وجوب الأضحية، منهم من يرى الوجوب، الأحناف يرون الوجوب رحمهم الله. صحيح. نعم. ويستدلون بحديث من لم يضحي، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. صحيح. هذا مذهب الأحناف رحمه الله. نعم. وهو قوي. فالقادر على الأضحية لا ينبغي له أن يشح وأن يقعد وأن يبخل، بل عليه أن يبادر وأن يذبح. وإذا نظرنا في أمور الدنيا للناس رأيناهم يدفعون الأموال الكثيرة في السيارات والأقساط والجوالات وأمور ترفيهية، وإذا جاءت العبادات وجاءت مواطن الرحمات وجاءت مواطن الأسوة والقدوة بالرسل والأنبياء تجد الشيطان يقعد بهم ويوسوس لهم. لا، علينا أن نبادر وعلينا أن نضحي. قيل يا رسول الله ما لنا في هذه الأضاحي؟ قال بكل شعرة حسنة. الله. قال وإنها لتأتي يوم القيامة بأضلافها وقرونها وأشعارها وأوبارها في ميزان حسنات العبد يوم القيامة. شيخنا يوم القيامة أنت بحاجة إلى حسنة يا الله. تتزود بها إلى الجنة وتبعد بها من النار، تجيك الأضحية قضها وقضيضها بوسط ميزانك. يا الله. نعم. شيخنا لو واحد بيضحي بمثلا كبش بألفين أو يضحي بقيمة وجد كبشين ألف وألف، والله تكلم العلماء عن هذا، تكلموا قالوا هل الأفضل أن يكون أثمن وأسمن وأحسن واحد أو يعدد ويكثر من النحر لله؟ أيوة. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ضحى بكبشين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر إلى المواصفات، أملحين، أقرنين، طبعا جاءت في بعض الصيغ ثمينين، سمينين، موجوئين يعني خصيين، الله. إلى آخره ما جاء في أوصاف أضحية النبي. سمعتم الصحابة الذي قال كنا نسمن، اللي في البخاري. أيها. كنا نسمن وكان الناس يسمنون الأضاحي، يعني يعطونها الشعير، يعطونها الطعام، يعطونها الكلى، يعطونها ما يسمنها، لأنهم يريدون أن يقربوا إلى الله الشيء النفيس الغالي السمين الثمين. على كل حال أحض المسلمين، حتى أن الإمام أحمد في العقيقة قال وددت أن لا يترك العقيقة حتى لو اقترض أرجو الله أن يسدد عنه، يقولها الإمام أحمد. فهذه الأضحية أيضا لا تقل أهمية، وأحكام العقيقة هي أحكام الأضحية، أن الإنسان إذا لم يجد وله ما يقضي به دينه أن يستدين إذا كان له ما يقضي به دينه، أما إذا كان ما عنده ما يقضي به دينه لا، فإن حقوق الناس شديدة وصعبة. فالشاهد أن الأضحية مهما تحدثنا عنها وهي كما تعلمون قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر، قال العلماء فصلي لربك التقدير وانحر لربك، مثل ما تصلي لربك انحر لربك، هكذا التقدير في هذه الآية وانحر لربك، كما تصلي لربك انحر لربك، فاعلم
أيها الأخ المضحي أنك تعبد الله، وأحسن ما تعبده في هذا اليوم. بعدين ترى يوم العيد يوم الأضحى اسمه إيش؟ يوم النحر. لا، يوم النحر ويوم إيش؟ الحج الأكبر. صحيح. وهو أكبر العيدين، أكبر من عيد الفطر. صحيح. وأفضل. بل وأريد أن أذكر إخواني أن يوم عيد الأضحى أفضل أيام العام على الإطلاق. الله. حتى عرفة. الله. نعم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم النحر. الرسول يقوله، وهذا ما قرره ابن تيمية وقرره ابن القيم تلميذه رحمهم الله والمحققون من أهل العلم، أن أفضل أيام العام يوم إيش؟ نعم. النحر. بعدين أنت وخارج من عرفة وترجو أن الله اعتقك من النار، ها؟ وترجو أن الله غفر لك وثم